لجأ تنظيم داعش إلى إرسال السبايا إلى المقار العسكرية لتلبية رغبات المسلحين غير المتزوجين وخدمتهم. ريتا حبيب فتاة مسيحية اختطفها تنظيم داعش في عام 2014، وكانت شهيدة على مثل هذه الممارسات من قبل التنظيم في العراق وسوريا قبل أن تحرر من قبضة داعش مع انهياره. نتابع مشاهدينا جزءا من شهادتها حول انتهاكات التنظيم بحق النساء. أنا كانوا يتركوني معاهم بالبيوت، طبعا أول ما أخذونا بالموصل، لا أنا أخذوني على مقر، كان ظليت محبوسة بي أسبوع، بعدين أخذني على بيته عايشني مع عائلته. بس في سوريا لا، كانت مع العوائل موجودة، بس كانوا كبار بنات ياخذوهم اللي يكون داعش مثلا مو متزوج ويكون عايش بمقر أو شيء، ياخذها ويتركها معاه هي وهواية بنات، يجمعوهم ويتركوهم مقر خدمتهم. شفت هواية شغلات منهم. إذا تعدي على النساء، إذا بيع وشراء الأطفال الصغار اللي أخذوهم من أهلهم، كانوا ياخذوهم يفرقوهم عن أهلهم ويبيعوهم كل واحد مكان. إذا كانوا يمسكون العالم ويجلدوهم، إذا كانوا يمسكون الناس ويقطعون راسهم، كل هذه شفتها.